السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم مدونة حبيب للمعلومات. لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك الجديد. ان شاء الله في هذا الفيديو حل واحد المشكلة انت حصول على كود بين على جوجل ادسنس باش نفعلوا حسابنا على ادسنس. هذه هي البريه اللي بعثوها لكم من شركه جوجل ادسنس. هذه هي، شوفوا معي مليح، هذه هي، هذا هو الشعار خاصه بجوجل ادسنس. وكذلك فيها العنوان خاصه بك، الاسم واللقب، وكذلك البلديه او الولايه، وكذلك الدائره، وكذلك رقم الهاتف خاصه بكم. هذا هو المعلومات الشخصيه على كود بين. هذا هو، هذا هي المعلومات خاصة بك. خاوتي تجي دي طلب الكود بين، دائما ديروا العنوان صحيح، ما ديروش عنوان خطأ، ولا لازم دير الاسم واللقب، وكذلك الولاية ولا البلدية ولا الدائرة اللي ساكن فيها. خاوتي ركز 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 عليها، هي رمز البريد، رمز نتاع لا بوست، فهمتوا خاوتي؟ وكذلك رقم الهاتف باش يوصلك الكود بين في لابوست، يعيطولك في التليفون. هذه هي ضروري ندير رقم تليفون، لازم دير رقم تليفون باش يجيك الكود، هما يعيطوا يقول لك واحد دير البريه تاع جوجل ادسنس. فهمتوا خاوتي؟ ايوا هذه يدوي على بالكم. وكذلك داخل هذه البريه نتاع ادسنس فيها واحد الكود يتكون من 6 ارقام. ما نقدرش نوري لكم الارقام باش ما يحضرونيش الفيديو على اليوتيوب. هنا يعطيني رقم تفعيل الحساب ادسنس، هنايا تجدون رقم 6 ارقام. هذا هو باش درك واش نديرو، نصحو العنوان باش يجينا كود بين على البريد الجزائري. درك نروحو الى الحاسوب، نديرو تغيير العنوان وكذلك تصحيح العنوان باش يبعثولنا الكود بين. هذا هو الصح. كاين 3 محاولات. المحاولة الأولى إلى ما جاكش الكود تاع كود بين، المحاولة الثانية، المحاولة الثالثة. 3 خطرات ما جاكش كود بين، تقدر تفعل الأدسنس ببطاقة التعريف الوطنية كما نقول احنا بالعامية النكوة. المهم درك نروحو إلى الحاسوب باش نصحو العنوان باش يجينا الكود. خاوتي ما ترانش بعيد، درك نرجع لكم بعد الفاصل ونواصل. درك رانا الحاسوب باش نقدروا نديروا تصحيح العنوان باش يبعثوا لنا الكود البين على اجيلي بوست جوجل ادسنس. هذا هو لازم لك، هذا باش دومونديه باش يفعلوا لك حساب باش تلاقي اموالك وتلاقي الارباح على حسابك البنكي في بنك البدء الفلاحة والتنمية بعين ماضي دائرة عين ماضي ولاية الاغواط في جميع البنوك او جميع الولايات، كل ولايه وعندها بنك. مهم هنايا في هذا الفيديو نحوسوا حصول على الكود بين باش نفعلوا حسابنا الادسنس او حساب الادسنس باش نفعلوا باش تلقي الارباح على حسابك البنكي. مهم خاوتي تم معي فيديو باش تفهم ليه. اول نروح الى الادسنس بهذا الشكل باش يكون فيديو موضح. فهمتوا خاوتي؟ هايو حنايا درك واش نديرو، حنايا نروحو الى الدفعات، نروحو الى الدفعات ومن بعد نضغط على المعلومة الدفع بهذه الطريقة عفوا، ومن بعد نكليك هنايا. هنايا عندنا زوج الارباح، الارباح الاولى نتاع مدونة ولا التطبيقات. احنا ما عندناش مدونه ولا موقع نخلصوا منه، ما كانش، احنا عندنا فقط هو اليوتيوب. هذا مك نضغط على اليوتيوب بهذه الطريقه خوتي، نستناو شويه باش تفهم معايا مليح. راح عندي كونيكسيون شويه ضعيفه، نعاود نحلو باج جديده. نكليك على دفعات ومن بعد معلومة الدفع، ومن بعد نجي هنايا ونكليكي على
اليوتيوب. تعطيني بهذا الشكل، بهذا الشكل هنايا تعطي لك الارباح نتاعك نتاع الشهر اللي فات. هاي دوكا ما حاولوا لي هما 104 اورو في 27 نوفمبر، حولوا لي الارباح من اليوتيوب الى الادسنس هنا شهر 27 نوفمبر 2023. فهمتوا خاوتي؟ ايوا حنا ما يهمناش الارباح، حنا يهمنا هو كود بين، يهمنا هو العنوان باش تعديل العنوان او تصحيح العنوان باش يبعثونا الكود بين على جوجل ادسنس باش يبعثونا عن في البريد الجزائري او لابوست كما يسمى بالعاميه لابوست. مهم هنايا واش نديرو؟ حنا نروحوا الى اداره اعدادات. ها هي نكليك عليها بهذه الطريقه باش نغيروا العنوان، باش ربما انا قالطين في عنوان ماناش عارفين باش يبعثونا الكود. ومن بعد جينا هذه الباج خاوتي او الصفحه، نهبط لتحت هنا يكتب لنا العنوان، يكتبون هنا العنوان. هنايا واش ندير؟ نضغط على هذا القلم او التعديل، نكليك عليه بهذه الطريقه خاوتي. هنايا خاوتي تبع معايا مليح باش ما تقعش في الخطا. شوف اكتب كيما راني دايرها انايا، وانما انت غيرها دير العنوان تاعك، ما ديريش العنوان تاعي كيما راهو في الفيديو، لا دير العنوان تاعك انت باش يجيك الكود في لابوست كود بين. هنايا العنوان الاول هو عين ماضي لغوات الجيري، هايو معناها راني ساكن في دائره عين ماضي تابع ولايه الاغواط، نقود المتابع تبع الالجي الجزائر الالجي. ومن بعد السطر الثاني نفس العنوان كذلك عين ماضي لقوات الالجي. ومن بعد واش يجي؟ رمز البريد، رمز البريد هو تاع لابوست. اذا ما لقيتش ولا ما تعرفش رمز البريد تجدون في الشاك، الشاك تاع اللي تخلص به في لابوست، الشاك تجدون الرمز، ولا تروح لابوست الاسفل فوق خاوتي تلقى الكود نتاع لابوست ديروه هنا. اذا ما لقيتش تروح لجوجل، تروح لجوجل تكتب الرمز بهذه الطريقه، الرمز البريد مثال عين ماضي، مثال سبيل المثال نديرو حنايا عين ماضي، عين ماضي عندي اونتري. حنايا يطلع لنا اهو رمز البريد عين ماضي ولايه لاغواط، عطانا 03012 هذا هو. ومن بعد واش نديرو من وراها؟ نديرو المدينه، المدينه هي لاغواط، المدينه ديال لاغواط. ومن بعد واش دير؟ دير رقم الهاتف. هنايا يا جماعه ضروريين دير رقم الهاتف باش يوصل الكود بين في لابوست. راهم يعيطوا لك جماعه نتا يخدموا في لابوست موظفين، يقولوا لك اروح ادي الكود، يعيطوا لك في التليفون يقول لك اروح ادي الكود، ولا توصي واحد من العمال نتاع لابوست وتقول لهم يجيني الكود نتاع الادسنس او بريه تاع الادسنس، يجيك الكود في لابوست هما يعيطوا لك يقول لك اروح ادي الامانه تاع او البريه. ديجاني داني النيميرو تاع التليفون، شوفوا معايا مليح، ها جاني ذا النيميرو، هاو النيميرو تاعي، هذا النيميرو تاعي جديد، ها هو باش يكون الفيديو واضح. وكذلك العنوان، ها شوفوا معايا مليح العنوان، ها فهمتوا خاوتي. ومن بعد واش تكمل؟ دير الحفظ كيما انايا راني يعني داير المعلومه الصحيحه، ما نقدرش نغير المعلومه. هذه الطريقه باش حصول على الكود البين نتاع جوجل ادسنس، باش تفعل الادسنس نتاعك، باش تلقي اموالك او تلقي ارباحك على حسابك البنك. وتجدون الرابط الفيديو كيفاش تعمل المعلومات طريقه الدفع باش تسحب ارباحك على حسابك البنكي. المهم خاوتي هذا هو التغيير العنوان او تصحيح العنوان، حصول على كود البين باش تفعل جوجل ادسنس بهذه الطريقه خاوتي. كاين الناس او عندهم الادسنس وعندهم مده ويستناو الكود بين، عنده تقريبا 15 يوم، كان عنده 20 يوم، كان عنده شهر، عنده شهرين، ما لحق لهمش الكود.
بهذه الطريقة تصحيح العنوان بطريقة الصحيحة. مهم خاوتي اللي عنده أي مشكلة أو عنده أي استفسار يتواصل معنا أو يخلينا تعليق أسفل هذا الفيديو. عجبكم هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.